خير من الو يا ابو كباتة، مساء الخير. ازيك يا ابو حميد؟ وسلامه طبعا للكابتن محمد صلاح والكابتن عبد الحليم علي، طبعا منورينك. الله ينور عليك. الله يخليك يا ابني. طبعا قبل كل شيء تحياتي لكم كلكم، وانا اصلا في طبعا انا ما كنتش عايز ارد عليه، وانا اكبر ان ارد عليه ده ارد عليه او ارد عليه بالطريقه اللي انا هقولها. احنا مش عايزين يا كابتن عصام نخصص رد على حد بصفه عامه، هو البعض يعني اتكلم في هذا الامر، ولكن انت تاريخك كبير، واكيد تاريخ اللي انت بتتكلم عنه اكيد او غيره اكيد كبير، فاحنا عايزين نتكلم عن وجهه نظرك انت. بص يا احمد، انت بعد اذنك اديني بس مساحه بعد اذنك، وسيبني اقول اللي عنده بعد كده. ايه؟ اتفضل يا كابتن. سكه وخلص الموضوع، مفيش مشكله. انا اتكلمت وانا ما كنتش عايز ارد اصلا على يعني على الحاجات التافهه اللي بتتقال دي. لو في اي حد بيتكلم في كلمه، انا واحد بقول له موت بغيظكم، موت بغيظك. انا مش هعتذر لما احس ان انا مش قادر ادي، لان دي تعرفك ان في حقد، في غل، في نفسيات مش كويسه. ان بعد كل مباراه، انا لعب 26 مباراه لحد دلوقتي، منهم اثنين مباراتين بس اللي حصل فيهم هزايم، يعني اقوى تاني فريق في مصر، انما في الهزائم هو نادي الزمالك ونادي الاسماعيلي. برضه نفس الموقف ده حصل في ماتش المقاولين، لما اتغلبنا في ماتش المقاولين. يعني ده يتعرفك ايه؟ ثانيا، كل لعيب يحصل ليه اي مشكله او حاجه يقول له يطلب بالاعتزال. قبل كده طلب ابو تريكه بالاعتزال، طلب وائل جمعه بالاعتزال، طلب ابو ركب بالاعتزال، طلب سيد معوض بالاعتزال، طلب محمد شوقي بالاعتزال، طلب عبد الواحد السيد بالاعتزال. هو ايه؟ وانت مين انت اللي انت تطلب بالاعتزال؟ طب طالما حضرتك كابتن بتتكلم على شخص بعينه، يا ريت تقول لنا مين الشخص ده. لا الشخص هو عارف نفسه، الناس هتعرف كلها مين. انا لا معلش يا كابتن، لازم نحترم الساده المشاهدين، تقول لنا مين الشخص ده. انا ما ارضاش اقول اسمه اصلا، فاهم انت؟ لان هو اصلا يعني هو من اكثر الناس اساء لناس كثيره. انت مين انت تقول انه يعتزل؟ ليه؟ واشمعنى انت الوحيد اللي بتطلع في الكره المصريه تتكلم تقول كل واحد يطلع يعتزل؟ هو ايه؟ طب بدل ما تديني في 26 مباراه تشوف منهم 24 مباراه حضر نجم 24 مباراه، مباراه حصل فيها عدم توفيق للفريق كله، اصابات بقى اي حاجه. ليه الحقد وليه الغل ده كله؟ ليه من ساعه الواحد ما يحكي الاهلي ليه الحقد ده والغل ده كله؟ وبعدين يا عم عايز اعتزل، انا مش هعتزل، مت بغيظك. انا اللي بقول لك مت بغيظك، مانيش هعتزل لما انت تموت. مش هتعتزل لما يا كابتن؟ قال لما هو يموت. خلاص ميت بغيظ خالص يا عم. ده عادي يعني بجد في ايه؟ ما احنا ممكن نطلع كل يوم نجيب التليفونات ونطلع على القنوات ونطلع على التلفزيونات ونعمل اللي احنا عايزينه، بس احنا ما تربناش على كده. احنا بنحب الناس، بنحترم الناس. تاريخنا هو عيب الواحد لما يعمل لبلده اسم ويعمل لبلده حاجه كويسه او يعمل لنفسه اسم حاجه كويسه، دي حاجه وحشه. كابتن محمد موجود معاك وكابتن عبد الحليم معاك، اكيد يا كابتن. انت حق الرد اكيد يا كابتن، مكفول ليك. مش عيب. الحاجه الثانيه، الحاجه بقى اللي هي الاهم والاخيره، يا عم خلاص، ده انت كل القنوات اللي انت رحتها قفلت، يخوف على صوت البلد ده تقفل كمان شهرين، في ايه؟ عموما كابتن عصام، يعني احنا فتحنا لك المجال ان انت اسم كبير. انا اسف طبعا ان انا يعني انا اسف يا كابتن محمد انت وكابتن عبد الحليم ان انا والله رضيت، والله العظيم انا ما كنت عايز ارد، وبقالي سنه ما انا عايز ارد. عموما انا اسف طبعا، انا اسف ان انا اتصلت عليكم يعني، وحبيت بس عرفت ان ايه، ان الواحد عمره بيحب بلده وبيحب يعني ان هو عايز يعمل حاجه لبلده، وهفضل طول عمري ماشي في الطريق بتاعي. ما فيش اي حد هيذيني او حد هيقول لي هي طريق ماشي عليه، مش هقف عليه الا لما ربنا يديني طول العمر ابقى يعني اعمل حاجه لبلدي، حاجه كويسه. عموما انت مكمل معايا.